العينه الثالثه من الزيرو. طبعا انا عملت بوز للفيديو عشان ما نضيعش وقت. دي العينه الثالثه، ولاحظ هنا دي رقم واحد، في العمود ده رقم اثنين، ودي العينه الثالثه اللي بتتحرق واللي هتطلع من تجيلها دلوقتي حالا. اهي طلعت العينه الثالثه. بعد كده لو انا حبيت ابص على النتائج من هنا، لو حبيت انزل من اهو من العمود ده اقدر اشوف النتائج، او اطلع من هنا اهو اهي كل النتائج. انا دلوقتي خلصت، كل اللي هعمله ان انا اروح ضاغط على ريكالكوليت اللي هو الاي. هنا ادي عندي الزيرو، عملت منها ثلاثه، واروح ضغط على دي ضغطه واحده بس كده بدون ما اعمل اي شيء اخر. لو حبيت ان انا اطبع دول ممكن اطبعها عن طريق برنت او عن طريق اكسبورت. خلينا كده نجرب عمليه الطباعه. لو انا ضغطت كده هتطلع لي الحاجات دي اهو. لو حبيت اطبعها مثلا دول كام ورقه؟ ورقتين، واعمل دول ورقتين، يعني طلعوا ورقتين، واروح ضاغط على دي المفروض ان هو هيطبع. معرفش ما ربنا علق ايه. ما علينا، لما نشوف هنعمل الحكايه دي. اروح هنا رايح على الستاندرد الثاني اللي هو الايه؟ ال 10 دي بي ام. اروح عامل كده. هبتدي دلوقتي اجهز ثلاث عينات من العشره واعمل لهم نفس اللي انا عملته المره اللي فاتت. يفضل انا هعمل بوز دلوقتي، هعمل بوز للفيديو وهنكرر ده وفي اخر الثلاثه نبقى نعملهم مره ثانيه.